للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي بسمية علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى الطاي. أهلا بكم دكتور يحيى إلى هذه الجولة الإخبارية. كيف نشأت وتفاقمت هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، من المتوقع أن تنشأ هكذا ظاهرة في وجود ميليشيات منفلتة وتحمل السلاح ولها غطاء من الدولة، وهناك من يساندها، وهناك جهات أمنية متورطة في عمليات كثيرة. يعني من المعلوم أن كثير من الأجهزة الأمنية قد دمجت فيها الميليشيات بقرار بريمر السابق، فهذا أعطى يعني بذرة لإنشاء ميليشيات أخرى. زائدا ميليشيات الحشد بعد أن حاولت الحكومة أن تعطيها الغطاء الرسمي وليس القانوني، لأن لا يوجد لها غطاء قانوني، وإنما يوجد غطاء رسمي عبر أمر من رئيس الوزراء، لأنه المفروض يكون هناك قانونا يسير عملها. هذه الجرائم بدأت تتفاقم وتتزايد حدتها في مناطق كثيرة وتتنوع أشكالها وممارساتها، مما شكل عامل رعب حقيقي للمواطن العراقي. المواطن العراقي الآن لا يأمن على نفسه ولا على عائلته من كل شيء، المخدرات، الجريمة المنظمة، سرقة الأعضاء، السرقة، التسليب، الابتزاز، الخطف، كل أنواع الجرائم بدأت هذه تنتشر في المجتمع العراقي، بينما كان المجتمع العراقي لا يعرف هكذا جرائم. نعم دكتور. نعم، كيف ساهمت هذه ظاهرة الميليشيا الحكومية بانتشار العصابات المنظمة؟ بالتأكيد الحكومة هي أضعف من أن تقوم بالسيطرة على هذه الميليشيات. الميليشيات عندما إيران دعمتها وأنشأتها كان الغاية الأساسية هي إضعاف الحكومة وإضعاف السيطرة الحكومية، حتى تكون الغلبة لهذه الميليشيات من أجل أن تبسط ذراع سطوتها على المجتمع العراقي يعني بالتأثير من خلال هذا السلاح حول كل ما تريد ستنفذه من خلال هذه الميليشيات دون الحاجة إلى الحكومة، لأنه أحيانا تكون هناك تأثيرات على الحكومة والميليشيات هذه الحكومة لا تستطيع السيطرة عليها لأنها متغلغلة في كل مفاصل الدولة، وهناك تنسيق أيضا وتعاون بينها وبين جهات أمنية كثيرة، وكثير من الجهات الأمنية توفر لها الغطاء الرسمي والقانوني وتوفر لها السيارات والسلاح وكل شيء. نعم دكتور، يعني إذا كانت الحكومة لا تستطيع السيطرة على هذه الميليشيات، إذن هل الحكومة توفر غطاء رسمي لهذه الميليشيات على الأراضي العراقية؟ أكيد الغطاء الرسمي من الحكومة، وهناك أيضا يعني كثير من المسائل، يعني الكل يتذكر حوادث خطف حماية رئيس الجمهورية في وقتها معصوم. رئيس الجمهورية الميليشيات تخطف حمايته ولا يستطيع أن يفعل شيئا، بل يذهب ليتفاوض مع العصابة التي خطفت أفراد حمايته. إذا كان رئيس الجمهورية هكذا فكيف بباقي أبناء الشعب العراقي؟ فهذه الميليشيات لها سطوة قوية وهناك داعم كبير لها، داعم محلي وداعم دولي وداعم حكومي. نعم الدكتور يحيى الطاي الناطق الرسمي بسمية علماء المسلمين في العراق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.